هذا عودة من جديد مشاهدينا. التقدير واحترامي للسيد نجوم جرس وهو مدير النظافة. سؤال وجواب عن النفايات اللي تعتبر بالتأكيد هاجس لكل أسرة ولكل منزل. صباح الخير يا أستاذ نجوم. مرحبا استاذ. مرحبا. الله يكرمك، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. لا لا الحمد لله رب العالمين. النفايات هاجس يعني في الشوارع وبالتأكيد مشوهة يعني للمنظر. نتكلم في الجانب ده وأهم النقاط الأساسية اللي أنتوا حتقوموا عليها يعني، لأنه نعم. طبعا ضرر صحي كبير. نعم. تفضل. والله طيب أول حاجة نحييكم في القناة ونسأل الله إنه نقدر نرد على الإجابات المقدمة من الجمهور الشعب. طبعا عملية النظافة وإدارتها أو عملية نقل النفايات وإدارتها هي عملية معقدة جدا. يعني العملية دي بتحتاج لكوادر مدربة، تحتاج لرأس مال كبير جدا في ندور الشغل بتاع النفايات. والعملية معروفة إنه هي في نقل النفايات الصلبة محتاج لآليات، وهذه الآليات بتحتاج لتسيير، والتسيير ده بتمثل في الوقود وفي الإزبيرات وكده. فعارفين إنه تكلفة التشغيل عالية جدا. المفروض تكون في ميزانية موضوعة لهذا هذا العمل، والميزانية يعني كلها مربوطة على القطاع السكني. وهنا نحن القطاع السكني ما بصاحب مساهمة كبيرة، يعني كل الناس بيهجموا إنه ما بتفوق، عشان كده هنا بكون في عجز في الميزانيه، والخدمه بتكون ما بالطريقه المرضيه ولا بالخطط اللي حاطينها لها عشان. فده السبب الاساسي بيؤدي الى تردي. اليات كبيره، إزبيرات غاليه، الوقود بقى غالي، الاشياء دي في المقابل انه افترض تكون ميزانيه موضوعه عشان تسير الشغل ده. المحليه والولايه بدعموا بدعم مسير، يعني نشكر ولايه الخرطوم في الفتره الاخيره في الثلاث شهور الاخيره اللي فاتت دي ولا الخمس شهور. قدم الدعم للمشاريع حياة النظافة في الولاية السبع حيات، وده كان انتو اثر طيب على الخدمة واثر طيب على حل بعض المشاكل. لكن احنا اصله نتوقف انه الميزانية قدم الميزانية وجد بنقل قوة بشرية بتكلفة عالية انه يشتغلوا. الحاجة الثانية انه التسيير بتاعنا بصير، انا عرباتنا تصال والوقود تسير والعملية بتستمر يعني. طيب في حلول بديلة يعني حاليا؟ ايوه في بالتاكيد في حلول بديله، خصوصا داخل الاحياء يعني، حتى في الشوارع الرئيسيه بتلاقي انه المنظر مؤلم ومؤسف جدا استاذ نجوم. هو طبعا ما نعمم، احنا عندنا انا مدير حياه مكتبه الشرق النيل. احنا الحمد لله مش شوارعنا نظيفه، وبندخل كل اسبوع في الاحياء السكنيه الحضريه هنا. وفي الريف بنشتغل في الاسبوع، يعني هي على مستوى ولايه الخرطوم. الحياة دي مقسمة لسبعة محليات، وفي أي محلية عندها خصوصيتها وعندها شغلها وعندها أعمالها إن شاء الله. نحن المحليات الثانية طبعا تأثرت بالعمليات الأخيرة دي بتاعت التتريس وقفل الشوارع، دي خلت إنه يعني الأسطول ذاته ما يخش يشتغل في الشوارع الرئيسية وكذا، لكن الحمد لله في شرق النيل يعني الأمور يعني أخير شوية من باقي المناطق الثانية، والحمد لله أمورنا ماشية وشوارعنا نظيفة، يعني ما نقول نظيفه 100% يمكن نقول بدرجه 90 او 95% من الشوارع الموضوعه نعم. في الخطه. طيب نعم. نصيحتك يعني برضه للاسر يعني ان مثلا كيف تتعامل مع هذه النفايات، خصوصا النفايات اللي بتكون بشكل كبير متواجده امام المنازل، نصيحتك اليوم مثلا او حل بما انه نعم. انت تحتاج كمنطقه مثاليه. نعم احنا يعني المواطن السوداني ما دارين نقول بيستحترم عمليه النظافه او ما خدت لها اولويه. النظافة أو النفايات دي فيها 70 مرض، يعني هي ذاتها في طبيعتها كلها أمراض. فلذلك احنا بنحرص في جداول بتضع المحلية بتضع جداول أو الحياة بتاعت النظافة لخروج النفايات في الشارع. العربية بتمر من الساعة 7 صباحا، بتبدأ من بداية الشارع لغاية نهاية الشارع. في ناس بعد ما العربية تمر دي هي ماشية تلقى خط النظافة خط النفايات في الشارع. وده طبعا بسبب لنا تراخي وبسبب لنا انه اعاقه البصر، يعني احنا ما نشوف مناظر شينا وبتاع ده كله بعد العربيه بتمشي وبخطه. عشان كده احنا بناشد المواطنين انه يلزموا يعني زمنهم مع العربيه، وبعد ذاك انه الحاجات تكون ملزمه انه نقوم نصل لمرحله كويسه. ثانيا انا بناشد الاسر برضه
كل النازل. النظافة دي محتاجة لمال كثير ودارة مساهمة المجتمع. نعم. في رسوم بسيطة مفروضة على المواطنين ما دائما بتسواها، والرسوم هي ذات اللي بتمشي وبتبقى جاب حزبير إذا إحنا نقوم نستمر في الخدمة. ما دام هي وقفت إحنا هنا يعني ما بنقدر نتسير، وأنتوا عارفين حال الدولة ماشية يعني البتاعات لابد أن تكون في مساهمة وفي ميزانية، لأنه دي خدمة مقابل شنو؟ رصد. فحجام الناس بيؤدي إلى خلل في الميزانيات. والحاجة الثانية برضو الناس باستهتارهم بوضع المنفعيات في أي زمن، الزول بس بيخد بس عربيته دي تمشي. احنا زمان كنا بنخد وبنأثر، احنا في القطاع السكني بنقول يا جماعة العربية بتجي أسبوع مثلا الحشية الفلاني الأسبوع الفلاني مفروض العربية تخد، هم يعملوا لهم تقديم مواقف داخل المنازل، الخدمة اتحسنت بنعمل لهم مرتين في الأسبوع. لكن الناس اللي بيطاولوا يطلوا النساء في أي دولة، أنت مشيت إنجلترا في جدول إن تمت شهر ما في زول بيطلع لها حاجة لأنه في عقوبات راجعة بترجع يزول بيستحترم النظافه. لكن هنا في السودان احنا ما بناخذ اعتبار الحته دي، يعني الليله نظفت بس طوارئ كيس برا الشارع، النفايه برا الشارع، اي ده السبب بخلي هذا التراخص بكون موجود، ونحن ذاتنا ما بنقدر نضبط جدعنا في وجود امكانياتنا الضعيفه دي. نعم طبعا احنا ما بنعمم، ما بنقول يعني ما في شيء بالمطلق في الحياه بالتاكيد، ده الجانب نعم. الاسري يعني. طيب بالنسبه للمستشفيات استاذ نجوم، طيب احنا المستشفيات دي عندنا نحن في نوعين من النفايات، في النفايات الميديكال ويست دي عندنا اداره خاصه اسمها اداره النفايات الطبيه. ونحن في اداره النفايات الصلبه اللي بيشيل النفايات اداره النفايات الصلبه. في ديل في ارتباط معاهم في الاداره هناك عندهم محارف، مفترض انه في المستشفيات تكون عندهم صناديق بتاعت حجز معروفه متعارف عليها دوليا. تكون موجوده معلم تجي العربيه بتاعت نقل النفايه الطبيه انه هم ما يطلوا. لكن احنا هسه امس احنا عندنا حادث لقينا انه في حاويه من الحاويات في المغرات السكنيه انه في مركز صحي كل النفايات الطبيه الخطره ذاتها خدتنا على المواطنين في حاويه من الحاويات امبارح وقفنا معاهم عندنا الليله معاهم تحقيق. فلذلك برضه دور كبير جدا في سبيل عدم انتشار الامراض، لان النفايات الطبيه نفايات خطره وعندها اداره خطره وديل بودون المحارم، هم بيستحضروا الحتات دي برضه. احنا نقول لهم انه لابد انه يلتزموا بالاشتراطات وبالمواصفات، مع انه في عقوبات رادعه جدا في اي تحاول في هذا المجال، لانه اي تحاول بيشكل لنا مرض للمجتمع الموجود. نعم، والله كل التقدير والاحترام، شكرا جزيلا لك الاستاذ نجوم جرس على وجودك معنا في هذا الصباح، مدير نظافة شرق النيل، شكرا جزيلا، تحياتي. تسلم، مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كونوا معنا مشاهدينا.